أهلاً وسهلاً بكم. اليوم رح نزين هذا الصندوق الخشبي الجميل اللي ما تصدقون قد تكلفته، فقط دولارين، سعره فقط دولارين يا بلاش. ممكن تحطي صورة ابنك أو صورة العائلة بهذا الصندوق، ممكن تكتبي لك آية من آيات القرآن الكريم، ممكن تسوين صندوق وخصوصا الآن باستقبال شهر رمضان الكريم، ممكن تسوي لك صندوق للتمر وتهدي لأصحابك، ممكن تحطي له شوية خرز وسبع عيون ومن هالسوالف. هذه الألوان الجميلة استعملت ألوان بيبيو. هنا إجانا طلب خاص لهاي الآية القرآنية، إذا حبيتوا هذه الفكرة خليكم وياي، رح أمشي وياكم خطوة بخطوة شلون سوينا هذه الصناديق الجميلة اللي ممكن أي أم بيت معدلة مرتبة تسويها. كل اللي نحتاجه لهذا الموضوع الأوتلاين الذهبي، استعملنا الأوتلاين الذهبي اللي هو من شركة بيبيو الفرنسية، الألوان استعملنا الفيتريال ألوان الرسم على الزجاج، شوية كيوتيب وتوثبك، واستعملنا الرزن أو الإيبوكسي، ويجب أن تكون الكمية متساوية بين هذول الاثنين. أنا عندي كميات كبيرة لأن أشتغل هواية، بس أنتم مو لازم تاخذوا هالقد كميات كبيرة. لما جيت ألون الصناديق استعملت السبراي، هذا السبراي اللي استعملته All Purpose. أنت تستعملي لكل الأشياء، ممكن تدهني بالخشب، الحديد، السيراميك، whatever حسب أنت، فأكيد موجود بكل بلد. راح أمشي وياكم خطوة بخطوة شلون سوينا هاي الصناديق الجميلة، وصدقوني يا بلاش فقط بدولارين. سوراس مالها هو الصندوق الخشبي. لما نجيب الصندوق الخشب نصير نفكر بالديزاين مالته، يعني مثلا هذا احكي لكم عليه، هذا ماي فيفورت، هذا احلى صندوق انا حبيته، وقولوا لي انتم شنو حبيتوا احلى صندوق. الفكرة هذه شلون جتني؟ جبت ورقة وقلم وصرت اخطط وردات فراشات هيجي الى ان طلع وياي الدراجون فلاي. كلش احب الدراجون فلاي اني، وحبيت اختار لهاي الالوان الهادئه الفاتحه، وحبيت ان يكون ذهبي، ورسمت على الجوانب مالته كل السايدات. بلشت بالتخطيط بالقلم الرصاص، بعد ان وافقت على التصميم والديزاين وموافقة عليه جبت الاوتلاين الذهبي ورسمت بالاوتلاين الذهبي. بعد الاوتلاين الذهبي بدأت باللون، وبعد مرحلة اللون بلشت بالإيبوكسي او الرزن. طليته، ليش طليته؟ على مود ينطيف الطبقة شفافة وخفيفة وبنفس الوقت جمالية، يعني تحسي مثل زجاج، تحسي لسه مو ناشف، فشي كلش حلو، يعني حتعرفون شنو أقصد لما تستعملوه. وإذا ظهرت عندك أي فقاعات أو بابلز تقدري بالتورتش تخلصي من عندها، وإذا ما موجود عندك التورتش اللي هو مثل الهيت جان ممكن بالشسوار العادي. رح أمشي وياكم خطوة بخطوة شلون سوينا هاي الصناديق. مثلا إذا حابين تشوفون الصندوق الذهبي خلونا نبدأ بالصندوق الذهبي. Thank you.
انتهى ويانا الفيديو لهذا اليوم، وأتمنى أني نال إعجابكم. شكرا لمتابعة قناتي.